هذا شغلهم، هذا دائرة كهرباء أبي غرق. اللي اجت قالت يابا احنا هذا مكان ما ابنكم كتلته الكهرباء، هذا العمود مكان ابنكم، وهسه لو مسوينا زين هم فضل من عندهم. تشوف ايش سووا، شوف هذا الحل مال المهندس يجي اللي هنا سلو، قال لنا احنا نجيب لهم اسمنت. زين والله جيب لهم اسمنت وصبنا، هذا الحل مالتهم. قضية وفاة ابني بسبب الكهرباء، هذا الخط قديم، والخط هذا صار له تقريبا من الستينات، يعني قديم، والدولة تركته سوت خطوط غيره، وصارت نهايته بالأرض الزراعية مالتنا. وقع من عنده عمود، وخبرنا أهل الكهرباء، اجوا طبعا مرة مرتين ثلاثة، يلا اجونا علي يطلعوا، فشالوا الأسلاك والعمود الواقع، فلوه خذوه، وقالوا لنا هذا ما بي كهرباء، واحنا من زمان عندنا علم بيه بان ما بي كهرباء. فبيوت فوق من عندنا ساحبي لها بي كهرباء وعايدينها لهم، واحنا ما عندنا علم. والعمود اللي شالوه، من شالوه العمود الثاني صارت جهه ما بيها بعد اسلاك حتى تكمشه، مال على الجهه الثانيه نزل السلك مالته قريب على الارض. يعني ابني عمره 7 سنوات هالقدة فات جوه طخ براسه كهرباء، كمشت الكهرباء. اخوه يمه عمره 16 سنة جاي يركض لاخوه ما يعرف بالكهرباء شنو، شالها بايده هدد ذاك الصغير وكمشت الكبير ابو 16 سنة الى ان اكتلت مكانه. انا طالب الجهات المختصة وخاصة محافظ بابل، اريده هو بنفسيته يحق الحق. هو اجى للمحافظه وقال اني اجيت بخدمه اهالي الحله، اريد نشوف خدمته وينها. طفل شاب يروح اثر اهمال دائره كهرباء بابل، انا ادي اشوفه صحيح محافظ اجى يخدم الحله لو لا؟ هذا هاي حق لو باطل، شاب يروح بيها من وراء الكهرباء ليش؟ شنو ذنبه؟ صار له هواي أكثر من شهر، صارنا يعني نازل للأرض صار أكثر من شهر، وقبلها هن إذا قلت لك ذن اللي كان الواقعات إجوا شالوهن، بلغناه وإجوا شالوا الواقعات، وقالوا هذا ما بكهرباء، وإحنا عندنا علم ما بكهرباء، وعايدين بيه ومحولة كاملة شادينها عليه جديدة، البيوت فوق من عندنا وعايدين بيه وما أطونا علم، قالوا هذا بكهرباء يا بدير بالكم. إحنا تدري أرض هاي زراعية، وهذا الخط ضغط عالي قديم، فسووا الخطوط ذن الجدد تركوه على اساس كهرباء ما بي. فقاموا من عندهن قسم شالوهن وقسم ظلن على ابو كهرباء ما بيهن، وقع واحد من عندهن ظلن الاسلاك بالارض حوالي بال10 ايام. احنا نفوت ونمشي ماكو كهرباء بيهن، وهم حسب حكيهم قالوا ماكو كهرباء. بعدين مشكلين محول فوق من عندنا، من مشكلين المحول فوق من عندنا منطينها كهرباء، من انطوها كهرباء هذا نتركوهن ذن من عندن بالارض وما حد تابعهن. الولد دول ولدنا سارحين بحلالهم بالزرع، جاي هاي يمشي عمره 7 سنوات هذا واحد، فطخ السلك براسه الزمه منه. اخوه عمره 16 سنه فوق من عند الكبير، شاف اخوه اجى يركض فقد، وصل راسا كمش اخوه، هذا انشمر فقد بعد ما ادري، وذاك كمش الكهرباء حتى نحيته بالاسلاك بالقاع معقوطات. ورحنا خبرنا ردنا ما حد اجى لمن صارت هاي الكارثه. كان سارحين هنا هو واخوي الصغير، فهدنا الغنام هنا بالزرعات، فكان السيام نازلات، يعني هاي استوها رفعوها هذا السيام، فجاء اخوي الاصغر من عنده يطلع الغنم، فشلبت بيه الكهرباء هنا براسه، فاجا اخوي ذاك الكبير شاف اخوي الصغير كامشت الكهرباء، شال السيام عند اخوي، هذا يعني هذا مكان كان هاي استوها رفعوها السيام.
شال السيام من مكانه واخوي الصغير طلع داها يعني داها تروح ووقع على صفحه وبقى هذا كان مشتل كهرباء. الان توفى وتال هسه واحد دفناه واحد هذا هسه محترق هاي ايده من نال اللي هنا وهاي هسه شوف كان هو هسه اخذوه للطبيب ومن يجي يشوفه. شلون صار الحادث عم؟ انا قاعد اصرح بالحلال هدا الاشياء رحت لهن طخ براسي كيابا قماشني انا قدر جاني محسن مشي طال كرهب وانا فقدت الوعي. رحتوا تسرحون لو رايح للمدرسه؟ لا نسرحون نسرح. شنو تطالبون انتم باعتبارك والد الشباب ووالد المرحوم؟ والله نطالب السيد وزير الكهرباء يشرف على هاي على تحقيق هاي هذا الحادثه اللي راح بسببها شاب والسيد محافظ بابل اللي هو اجى البابل وقال انا بخدمه اهل بابل نريده هو يشرف بايده على تحقيق هذه الجريمه هاي اعتبرها انا جريمه بحق ابني اللي عمره 16 سنه وراح في بسبب اهمال من دائره الكهرباء ابو غرق قاعد لما اعرف بابل اطالبهم يحققون بنفسيتهم. البقاء بحياتهم والصبر والسلوان والله يساعد الاخ الصغير اللي شاف اخوه واللي يعني راح يكبر يمكن هسه بعده ما يفتهم القصه يعني راح يتذكر انه اخوه على موده من اجله انقذ حياته وهو راح بها ومدرسته ايضا يعني هو عمره 16 وبعد خطيه بالابتدائي يعني معناته انه شاب يكافح منه يشتغل في راعي الاغنام ومنه هو يدرس ويحاول يكمل دراسته الله يساعده يعني موضوع مو هين والناس يعني تسخر اهل المنطقه واهل المرحوم يسخرون من انه دائره الكهرباء حتى تسكتهم حطت العمود وكانما يعني حطته ومشت هذا بعد يومين ايضا قايل للسقوط مع اي هويه تمر على المنطقه ما يعني ارجع واقول دائره الكهرباء تحتاج دائره الصيانه تحتاج الى من يراقبها حتى فعلا يحاسبها على التقصير الواضح يعني اليوم هنا وفي بغداد وهاي احنا يوميا نطلع موضوع الصعقات الكهربائيه ان شاء الله يكون هناك التفاته لموضوع الدوائر الخدميه اللي المفروض مع اول اتصال هي من غير ليش واحد يتصل هي عندها ناس لجان تطلع دائما تشوف الاعمده الكهربائيه والاسلكه وتصلح الموضوع من غير انه نمر بهذه الحوادث اللي احنا ما ناقصين يعني وجع قلب.